ميدان الذكي هنا المنطلق هنا بهذا الأداء الجميل مشكور لهجن الرئاسة بقيادة عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي على الصدارة وعلى المركز الأول مع البارع بانطلاقته على صدارة هذا الشوط. المركز الثاني نتأخر وناخذ المركز الثاني وماذا يدور هنا من صراع وتحدي وياتي ثمين على المركز الثاني من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير والمنطلق هنا الحاسم لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم بقيادة المضمر هنا حمد بن علي العويسي ويأتي مشكور الآخر على المركز الرابع من هجن الرئاسة بقيادة عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي ويأتي هنا أشقر من هجن الرئاسة بقيادة أحمد بن مطر بن مايد الخيلي المنطلق خامسا وفي المركز السادس هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد هذا الشعار المتميز دائما وأبدا بمشاركته الجميلة على أرضية هذا الميدان. شكرا يا أبو سيف على هذه المشاركة الفعالة لهذا الشعار. كذلك الشكر للمضمر هنا أيضا محمد بن سعيد بن بروك الحميري. بينما المركز السابع وسابع المراكز يأتينا هنا شاهين لسموه ولكن التسلل من هنا محذر من يتسلل من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. وثامن المراكز يأتي شاهين سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. وشاهين يأتينا لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة بو عمر هنا ايضا المنتشي مطر بن سيب اللحج الهايري. بينما عاشر مراكزنا وصيف من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير المنطلق على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى ذعناها على حضاراتكم في هذا الانطلاق والتحدي النداء الأول لمسيرة أيضا هذا الشوط عاشر أشواطنا في الفترة المسائية شوط الختام في هذا الانطلاق والتحدي والقيادة مع أشقر المسيطر أو مشكور عفوا المسيطر على زمام الأمور المسيطر على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول مشكور من هجن الرئاسة بقيادة البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي من ينطلق على الصدارة على المقدمة على المركز الأول في هذه السيطرة الجميلة الفعالة لهذا الأداء المميز الجميل. المركز الثاني ثمين من يأتينا على المركز الثاني ثمين من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير أشقر يأتي على المركز الثالث من هجن الرئاسة بقيادة أحمد بن مطر بن مايد الخيلي. ما شاء الله لقاء مميز مع عمالقة المضمرين هنا على أرضية هذا الميدان. هنا الواثق هنا أيضا الفيلسوف البارع هنا من يأتي هذا الانطلاق الجميل مع مشكور على المركز الرابع مع هجن الرئاسة عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي. في المتابعة هناك الوصول من هملول أيضا مع أحد خبراء التضمير المنطلق هنا بهذا الأداء المميز هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد بقيادة محمد بن سعيد بن بروك الحميري في تضميره. هنا المركز السادس وصل أيضا هنا مضمر خمسة نجوم أيضا شاعرنا هنا مع الحاسم من يأتي لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم حمد بن علي العويسي يتابع في هذه الأداء المميز بهذا الانطلاق الجميل والتحدي. مشاهدينا الكرام وصل شاهين مع المنتشي هنا أيضا سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مطر بن سيف اللحج الهيري في متابعته. وهناك أيضا محذر من هجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير شاهين القادم
شاهين في المركز التاسع لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع الخطير احمد بن سلطان بن رشيد السويدي. ومن الجانب الاخر وصل هنا ايضا وصيف من هجن العاصفه بقياده حمد بن راشد بن حمد بن غدير. هذه هي النتائج. غادرنا منتصف المسافه ولوحه هنا الاربعه كيلومترات غادرناهن بهذا الانطلاق الجميل والمتابعه. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. ومشكور مشكور لا زال مسيطر على زمام الأمور على الصدارة وعلى المركز الأول من هجن الرئاسة بقيادة عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي على الصدارة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني هملو القادم يتسلل من مركز إلى مركز. هملو لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد بقيادة محمد بن سعيد بن بروك الحميري بالمتابعة والتضمير على أرضية هذا الميدان. وعلى المركز الثالث، المركز الثالث ثمين، ثمين القادم في هذه اللحظات هنا يتسلل من مركز إلى مركز يثمن الموقف. ثمين هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. وعلى المركز الرابع، المركز الرابع مشكور الآخر قادم على المركز الرابع هنا من هجن الرئاسة بقيادة عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي. يأتينا على المركز الخامس هنا أشقر هجن الرئاسة مع أحمد بن مطر بن مايد الخيلي في التضمير. ووصل شاهين سادسا، شاهين اسمه الشيخ احمد بن محمد بن راهد بن سعود المكتوم بقياده مطر بن سيب اللحج الهايري. وعلى المركز السابع، المركز السابع محذر من هجن العاصفه بقياده حمد بن راهد بن حمد بن غدير. وياتينا هنا شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم قيادة أحمد بن سلطان بن رشيد هنا من المنطلق ثامنا. وفي المركز التاسع هنا ياتي جناد على المركز التاسع من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راهد بن حمد بن غدير. وعلى المركز العاشر أول ندى هنا لمشعل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعود المكتوم بقيادة قائد العمليات في الفرقة 11 علي بن راشد بن حمد بن غدير لجتبي المنطلق على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى والمنعطف الأخير. المنعطف الأخير هنا لهذا المضمار، الكوع الأخير هنا، الزاوية الأخيرة، ومن بعدها نتجه اتجاه مستقيم إلى المنصة الرئيسية، إلى خط النهاية، إلى الجمهور، إلى الفوز هناك وإلى الناموس. أرى هنا الصدارة، الصدارة، الصدارة مع الثنين كيلومتر هنا وبوابة المدرج، بوابة الانتصار، بوابة الفوز والناموس. وأرى التسلل في هذه اللحظات مثمين، ثمين من غير على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. ثمين هنا من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. وعلى المركز الثاني هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد محمد بن سعيد بن بروك الحميري في المتابعة. وصل شاهين يتسلل من مركز إلى مركز لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر مطر بسيب اللحج الهايري. هنا أشقر القادم من هجن الرئاسة بقيادة أحمد بن مطر بن مايد الخيلي يأتينا رابعا. وفي المركز الخامس وصل محذر من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. يسلم خماسية، خماسية جميلة، نبقى مع هذه الخماسية الجميلة بقيادة ثمين، بقيادة ثمين على صدارة، ثمين على المقدمة،
على المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور على صدارة ثمين من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. ولكن أرى هنا التسلل بهذه اللحظات هنا من قبل شاهين من ينطلق هذه اللحظات على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. شاهين اسمه الشيخ أحمد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة مطر بسيف اللاحج الهايري هنا المنتشي من ينطلق بهذه اللحظات على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور على الصدارة. المركز الثاني يأتي ثمين رجل العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير وهملول. على المركز الثالث لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد بقيادة محمد بن سعيد بن مبروك الحميري. ولكن شاهين من أعلن الفوز، شاهين من أعلن الانتصار، أعلن التحدي، أعلن الإثارة. شاهين هنا أيضا تهانينا على هذا الأداء الجميل. ولكن يا أبو عمر أرى هملول قادم، دير بالك يا سلام. لكن هنا هملول وهنا شاهين، لكن شاهين هو المسيطر خلاص، سيطر على الصدارة، سيطر على المقدمة، على المركز الأول. تهانينا لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم على هذا الفوز المميز الجميل لشاهين. تهانينا أيضا لمطر بالسيف باللاحج الهايري على هذا الأداء المميز. شكرا يا أبو عمر. ولحظة وصول شاهين إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس، تهانينا. المركز الثاني وصل هنا ثمين من هجن العاصفة، أما المركز الثالث هملول لمعالي الشيخ محمد بن مطيء الحامد. أشكر على المركز الرابع من هجن الرئاسة، ومحذر في المركز الخامس من هجن العاصفة. أما المركز السادس مشعل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد مكتوم، سابعا لسمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد مكتوم شاهين. المركز الثامن هجن العاصفة، وتاسعا سمو الشيخ أحمد محمد بن راهب بن سعيد المكتوم، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم. 12 دقيقة 54 ثانية، سبعة من الأجزاء من الثانية، التوقيت الزمني الذي سجل تحت أقدام شاهين. تهانينا لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، تهانينا للمضمر مطار بسيب الأحد الهيري. أما المركز الثاني فكان من نصيب هنا أيضا ذمين من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راهب بن حمد بن غدير. 12 دقيقة 58 ثانية، جزء واحد من الثانية هو التوقيت الزمني لثمين. أما المركز الثالث فكان من نصيب هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد. 12 دقيقة 59 ثانية، جزء واحد من الثانية هو التوقيت الزمني. تهانينا وناموس، تهانينا لجميع الفائزين.